ورجعنا لكم تاني في حلقة جديدة من بوكيمون ليجندز أرسيس. أنا بروفيسور ببعم من قناة بوكيمونيان أو بوكيمونيان وبظبط الميكروفون وأنا بعمل الانترو حاجة يعني بحاول أعمل نفسي بروفيشنال. اوعى. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة احنا هنكمل مع بعض رحلتنا في الهيسوي ريجن, ونهاردة بالتحديد عندنا مهمة ضرورية جدا نعملها, يعني كل المهمات ضرورية يعني, أنا بس يعني ايه حاول أشوقكم شوية, وهي ان احنا عندنا عايزين نشوف الناس اللي سرقوا جراولث من اسمها ايه يا ربي, نسيت اسمها والله نسيت اسمها معلش. اخر مرة سجلت كان امبارح, النهاردة يعني يوم جديد بالنسبة لي في الحقيقة, غير انتوا عارفين ان بسجل ايه 3 حلقات 4 حلقات على حسب يعني. فالمهم يعني احنا عايزين ننقذ جراولث من الميس فورتشنز, الثلاث اخوات اللي سرقوا جراولث من البنت الواردن. وعندنا على طول هنا ماجمار, عادي نخش في باتل على طول معاه ومنحاول نمسكه يعني مفيش مشكلة. ممكن نديله ايه, نديله خد شادو بول يا رب ما تموتوش. الله ازاي يعني, واحنا كمان افويدد يعني, هو عمل الشادو بول, احنا عملنا شادو بول وافويدد تاني المرة التانية. هو من امتى شادو بول عندها فرصة؟ الله. في يا جماعة المسابقة مين حي افويد اكتر من التاني, يمكن دي حاجة ليها علاقة بالمكان اللي احنا فيه مثلا, مش عارف. تعالوا نعمل تايب سويفت. سويفت ما ملهاش اكريسي تشيك, فمفروض انها تضرب وبالفعل عملت كده. فليم ويل المره دي ضربتنا. ممكن نعمل اجل ستايل سويفت على اساس تبقى الدمج بتاعها قليل. كويس ما وتتوش, ونمسك اول ماجمار معانا في اللعبه. نديله واحده جريت بول. انا كنت قلت ما بين الحلقتين ان انا هحاول اروح اجمع شويه يعني خامات اللي هي للبوكي بولز والجريت بولز وكده, ولكن يعني احنا لو كنا عملنا كده كنا هنرجع كل الطريق اللي احنا مشيناه بباسكي ليجن الحلقة اللي فاتت, وهضطر ان انا يعني انا كسلت من الاخر. انا بحاول اقول لكم بشياكة كده ان انا كسلت. فاحنا ان شاء الله هنلاقي هنا اكيد برضو يعني اللي هو الايرون ترانكس والحاجات اللي بنحتاجها للجريت بولز دي كتير. صعب قوي اروح يعني, اظن اللافا لو نزلنا فيها نتحرق, لو نزلنا في النار دي هنتسلق. فالمهم يعني ادي واحده اين شانك اهي, هحاول الم على قد ما اقدر طول ما احنا ماشيين. احنا معانا 17 برضو, ف يعني مش بادئين واحنا معناش حاجه خالص برضو, فممكن نعمل شويه جريت بولز كده. معانا ايبريكونز وتومبل ستون كفايه, فخلينا نكمل كده. يا ريت يا ريت, مش عايز اي بوكيمون يضربني لحد ما اوصل للميس فورتشنز. احنا اوريدي اصلا البوكيمون بتوعنا الاتش بي بتاعهم للاسف قليل جدا, فايه مش عايزين قلق. انا مش عايز قلق هنا, مش عايز قلق هنا. انا سامع الضربه بتتعمل اهي. ايوه طيب, لو انت واحد بس ممكن كويس, لو انت واحد بس هنهجم عليك عادي ونمسكك برضو. اخد بق بيبسي, معايا الكوبايه دي جبتها من الويلد شامبيونشيب, بطوله كاس العالم لبوكيمون في 2019. اوريها لكم بسرعه, شكلها حلو قوي. اعتقد هنضطر نضربه. دي واحده شادو بول المره دي يا ريت. ايوه ايوه بقى, ايوه بقى حلو. تو ستان تو موف, كويس. ده شيء كويس يعني, اتصدم يعني. ده اتصدم. الكرة راحت فين يا جماعة؟ الجريب بول راحت فين؟ طيب تمام تمام تمام, سيبكم من الأستاذ ده. احنا قربنا خالص من مكان الميس فورتشنز اهم, اظن او هنا مكان اكيد
اللي كانوا بيحطوا فيه الاكل بتاع هيسويان اركناين، واحنا خلاص شفنا شكله طبعا في الحلقة اللي فاتت لما طورناه بنفسنا. خلي سامروت في الوش، مش عارف احنا نوع البوكيمون هنلعبه ايه، بس لو هو جينجر فاحنا سامروت دارك تايب، نقدر ايه نواجه كده واحنا مطمنين. مولتن ارينا اكيد المكان اللي كان فيه هيسويان اركناين. انشف ياض اهو بيقول ايفولف اوريدي. We've done our homework. Any Pokemon gutsy enough to come to this lava trap is supposed to evolve. يعني اي بوكيمون عنده الجرأة انه يوصل للحتة دي هيتطور، بس ده طبعا مش حقيقي. احنا عارفين طريقة تطوير جراولث زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، هي بالفاير ستون. The pest again. Stand back sisters, I'll take care of him. بس يا بت. Abomas no. وحش. مش حلو. Abomas no grass type واحنا water. ف كده هنبدل. وبرضو Abomas no زي بالظبط كانديس في بوكيمون دايموند وبيرل. هي بوكيمون هي سوري هي ترينر معاها Abomas no برضو، يعني هي جيم ليدر معاها Abomas no. هننزل لا مش ده اللي انا عايز اعمله. هننزل تايفلوجن طبعا. تايفلوجن فاير وده جراس وايس، فاحنا بنقدر ايه يعني ناخد ضربات، نستحمل ضربات من ال لا كفايه بقى بجد. هو انت محول ولا ايه؟ ايه حكايه ان البوكيمون ما بيضربوش؟ احنا 100% اكيرسي. مش قادر افهم. مش لقيت شفت فليم ثرور عدت في صدره وطلعت من الناحيه التانية. تمام. I don't get it. How'd I lose? Lahu. Say her. You know, Abomas no can't fight at full power in crazy heat like this. بس يا بت بقى. بس بقى. You're the one who sent out Abomas no sister. ترى هيردحوا البعض. Go on then, Toxic Croak. برضه مش حلو Toxic Croak معانا. توكسيك روك بويزن وفايتنج واحنا دارك تايب. اوكي كده كويس، كده مش وحش الا لو هو عنده مثلا ساكر بانش، ودي تبقى حاجه يعني خبر سيء بالنسبه لنا. ايوه الحمد لله فليم ثرور ضربت. ماد بومب زفت برضه يا جماعه، دي مات بومب يا جماعه والله، وليفل 34 بس. يعني بجد مش فاهم هل هم قاصدين يعملوا اللعبه صعبه، ولا انا البوكيمون بتوعي هفق، ولا ايه بالظبط المشكله؟ انا مش فاهم. يا جماعه الحالات يعني احنا توكسيك روك هيموت اهو خلاص ونخلص، بس الحقيقه يعني انا محبط. What a blithering mooncalf I am. How could I let myself lose? يعني تايفلوجن ما خدش اي اكس بي في الطلعه دي. اعتقد ان استخدم عليه رير كاندي او حاجه يعني في مرحله ما. I did warn you didn't I that I had a score to sell with Galaxy Team. دي بقى هتبعت جانجر اكيد صح؟ ولا ايه؟ جانجر يلا ها. على فكرة بالمناسبة رايدان كويس حلو. لسه كنت هقول هما كل الترينرز دول معاهم نفس نوع البوكيمون زي الجيمز الحقيقية تاني. يعني انا معلش هدور بسرعة على، تعالوا نبص بصة سريعة على الاليت فور اسمها ايه. هي بيبقى معاها جراوند تايب بوكيمون. Elite Four Pokemon Diamond. هقول لكم اسمها دلوقتي حالا، انا بنسى بس. بيرثا. فدي جدة بيرثا، والتانية اللي هي جدة ساترن معاها برضو توكسيك روك، والتانية والتالتة معاها Abomas no زي كانديس. كويس
كله بيأفويد كله. هل مثلا دي حاجة ليها علاقة بالمكان اللي احنا فيه؟ انا مش قادر افهم. في سبب بيخلي الموفز ما تضربش؟ يمكن الضباب الغريب ده. تعالوا كده نبص. هيبنوسز على طول وضربت، يعني سبحان الله، اللي هي اساسا موف المفروض انها مش اكيرت قوي. Fog. All moves are less accurate apart from moves that are always sure to hit. زي ما قلت لكم، احنا عمرنا ما شفنا المنظر ده على فكرة قبل كده. حلو حلو. طيب معنى ان احنا دراوزي اظن ان احنا مش هنعرف نضرب الضربات بتاعتنا، فاحنا ننزل سامرات كده باحترامنا. سامرات الأزعة، تمام. بصراحة استخدم واحدة ريفايف سريعة كده. ممكن اخد بق بيبسي. دي اصلا اوريدي الاكريسي بتاعتها 90، فدي غالبا مش هتضرب وضربت. يلا ما علينا. عاش يا سمرت، عاش. ما تجعسش قوي كده، ده جنجر يعني ليفل 34. اتجعس قوي واما جعر. تمام. صحيح برضه عايزين نبقى نيفولف الهانتر بتاعنا، ف يعني ممكن بعد الحلقه دي لو احنا خرجنا من المنطقه دي. اوعى ابن اللورد الحقيقي وصل. No one invited you, tiny. You're really going to insist on getting in the way, you little runt. امال انا ابن اللورد. I know it's hot but hang in there, Obama Snow. كله تلاتة على الغلبان ده. بالينا. What are you doing here? I thought you were waiting with little Growlithe. مال بس هو طلع يجري. He was terrified of the ocean after it swallowed up the former lord. His own father. ما كانش خايف من الجريء قوي. يبقى هو بيحاول يثبت ان هو وريث. جدعان والله اركناين هيطلع عايش في الاخر. والله اركناين هيطلع عايش في الاخر، هتشوف الوقت اهو. يلا اظهر بقى. والله هو هيتطور. اوبا. نايس جدا جدا جدا. looks like he finally found his مش عارف ايه. late lord's child, he's evolved. يا حبيبي يا ابني. His true bravery lay not in crossing the sea but in finding the strength to ملحقش اكمل. You gotta be joking me. Why did the puny one evolve? عشان هو ابن اللورد الحقيقي. Something's not right. ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ الكلام ده. اللورد الحقيقي جه من من ما بعد الموت. جامد جامد. بالينا ستاي باك. والله جامد قوي اللي احنا بنشوفه ده. What's happened to him? The strange lightning hit him. اوه ده البرق اللي ضرب البوكيمون التانيين. انا فاكر ان ده اللورد الحقيقي جه. Just as we wanted before that awful mutt ruined everything. Enough of this sisters. We leave this place. We won't be making any living without our lives. اوه ايه ايه اللي انا قلته ده؟ معلش يا جماعه لو انا بقرا بسرعة قوي يعني. Hey wait, this is all your fault. دي غلطتكو. You should get out of here too, Palina. Otherwise we are fair game for Arcanine. طبعا احنا مش هنرضى هربنا. تصدق هربنا؟ طيب. ايه ده جت تشوفنا.
What are you going to do about Growlithe? I mean, Arcanine. The dear little Pokemon is my responsibility. As his warden, it is my duty to protect him with everything I have. انتي انقذي واحنا ناخد بق. What must we do to quell his frenzy? طب ما انتوا عارفين احنا هنعمل ايه؟ اعملوا الاكل بتاعه اللي بيحبه وحطوه في اكياس واحنا ايوه. We'll make some bombs. I'm the leader of our clan. Is it so surprising that I know a little more of these things than you, Lina? Nuh-uh. I held my tongue the first time, but now I must insist. Stop calling me Lina in front of everyone. And yes, I'm well aware of you. I'm well aware you're our leader, Irida. How could I forget that you were the one chosen? You who can use our Celestica flute to summon Pokemon and have them carry you to even the farthest reaches of Vast Hisui. مش عارف ايه فقرة الرتح اللي ما بين إيردا وبالينا دي يعني. لا حبيبتي ما تقوليليش انا لينا. مهم يعني ان هو كل ده علشان نوصل ان احنا هنعمل البالمز دي اللي هي الكيس دي. Are you always carry some of Growlithe's food with me so I can take him when he uses so I can thank him when he uses his flames to help prepare Basque Legion's favorite meal. فالينا معجبة قوي بإسكان مع انه هو اصلع ووشه عامل كده مش عايز اتريق على حد والله يا جماعة بس يعني بصوا هي أمورة ازاي وهو وحش ازاي. طبعا كلنا بيحصل معانا صح؟ البنت الحلوة تروح للولد الوحش. وبالفعل عملوا الأكل بتاع أركناين. They're ready. Here are the bombs we need. Please let me know when you feel prepared to try to quell Lord Arcanine's frenzy. خلاص هم خلوا اللورد. لا استنوا استنوا استنوا. لا مش جاهز لا لا لا. Let me prepare. افتكرت انه البوكيمون بتوعي ال HP بتاعهم في الأرض. فاحنا عايزين ايه؟ نصحصحهم كده. اه مش في الأرض قوي يعني. ممكن نستخدم هنا هايبر بوشن. ممكن نستخدم العادي. نستخدم هنا ده. هو احنا في جميع الحالات يعني هنخلي سامرات برضو في الوش لانه هيريزيست الفاير موفز لو احنا احتاجنا ان احنا نطلع يعني نخش في بوكيمون باتل. Be on your guard. The late Lord Arcanine would launch devastating attacks after standing still and gathering light around itself. Remember that while you're dodging, moves will slip right by you. طيب. ما احنا بندوج طول الوقت يعني ايه الجديد؟ ما علينا. انا اللورد. قشطة يا برنس. عاجبني قوي يا جماعة هيسوين أركناين. ان شاء الله واحد من البوكيمون اللي انا عايز ابقى امسك الشايني بتاعهم برضو علشان محتاج اشوف شكله هيبقى عامل ازاي. نرمي بقى البونز بتاعتنا. اوبا ده ما كدب والله ما كدب. الحمد لله ما نزلناش في اللافا. تمام اه يبقى هو احنا هنقف في النص هنا دي احسن طريقه. الله 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 يا جماعه احنا غالبا اللورد ده هيبهدلنا. ايه ده احنا ينفع ندوج في الوش كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة شكلنا هنموت بجد المرة دي. فكرة ان هو ليفل 36 بس يعني لو دخلنا في بوكيمون باتل هنكسبها اكيد. الله 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 الموضوع كبر الموضوع كبر انا خايف انا خايف. اوكي الحمد لله الحمد لله. Arcanine ده صعب 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 صعب. Here's your chance to show Arcanine your power. عينيا عينيا. اظن واحدة اكوا تيل اساسا اللي هي ما ضربتش. طب الحمد لله ولا هو ضرب برضه. زي بعض. ايوه بقى. واحدة بس هي ما روك وفاير يعني معروفة.
استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، ارجوك اهدى، ارجوك اهدى، ارجوك. الله، الموضوع بقى فيه نار كمان بتلف حواليه وحاجه. الله الله الله، يا ساتر يا رب. لسه كنت عمال بقول احنا ما متناش ولا مره لغايه دلوقتي في اللعبه، او يعني ما حصلناش البلاك اوت ده. اوكي، فدي اول مره في بوكيمون ينجح في ان هو يعني يبهدلنا. اذا انا ليه عملت ريستارت؟ كان ممكن اعمل كونتينيو باتل. ماشي، زي بعضه زي بعضه. معلش، ايوه ادي واحده. يعني احنا بقينا عندنا فكره شويه هو هيعمل ايه، فان شاء الله ان شاء الله المره دي ما نبهدلش قوي. بهدلنا برضه. جماعه بجد قوي قوي، بجد قوي. موضوع الدوجينج في الوش ده مش عارف هل ده مقصود ولا دي جليتش ولا احنا بنموت ولا ايه بالظبط. انت احول يا ابني، انا هنا. لا لا لا، هدي اعصابك، هدي اعصابك ارجوك. طيب يعني لحد دلوقتي مش وحش، بس احنا لازم مش بس نتفاداه، احنا لازم نتفادى حلقه النار اللي هو عملها دي. زي ما انتوا شفتوا كده وقعنا فيها وحصل لنا. اوبا، ساتر يا رب، برضو وقعنا فيها. انا مش عارف اروح فين، الدنيا اصلا ضيقه. سعادتك ارجع هنا، فاضل لك خلاص حته صغيره. ده هيبهدلنا كده، ده هيبهدلنا يا جماعه. طب انا مفيش حته اروح فيها، انا اتحشرت يا وز، انا اتحشرت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه هينفجر ولا ايه؟ انفجر فعلا. خلاص بقى فاضل. لا مش تاني. كنا قريبين قوي ان احنا نخلص. ما انا عارف عارف والله، عارف يا لعبه. نجرب كونتينيو. You can carry over some of the progress you've made. Would you like to keep your previous progress or reset the gauge? لا keep previous progress. ده احنا فاضل لنا تفة، ده فاضل بس ياخد واحدة من دول. اوكي ماشي ماشي ماشي. هو اول ما عينيه بتلمع كده بيقوم عامل الهجمه بتاعته. اثبت يا ابني. ايوه اهي، شفتوها؟ اول ما عينيه بتلمع يقوم هيعمل الهجمه بتاعته. بجد لا، اعصابي اتشدت. اعصابي اتشدت وخبطنا الميكروفون. حلو 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 حلو. لا باتل حلو. حلو حلو حلو. كله خد 90,000 اكس بي. يا خبر ابيض. بص يا بالينا. لا بالينا اللي بتقول بص يا اسكن. The strange light has left Arcanine and is vanishing into the space time rift. يا سبحان الله. وكأن ده ما حصلش قبل كده. ايه Arcanine هيجي معانا؟ You receive the flame plate from Arcanine. حلو قوي. أشكرك يا Arcanine. What could possibly live on the other side of the rift, I wonder? اللورد Arcanine now. اللورد القديم. Was that two different Arcanine cries just now? أهو. أهو. قلت لكم اللورد القديم هيطلع عايش، أنتوا ما صدقتونيش. بعين بقى في المزاولة دي. Now I understand. فهمي. أنا نفسي مش فاهم.
My little Growlithe, oh no, I misspoke. Lord of the Isles, Arcanine. You and I must now live apart so that we may attend to our separate duties. لا حول ولا قوة إلا بالله. زعلان. معلش يا حبيبي معلش. معلش يا بابا. From now on, let us each strive to fulfill our duties as Lord and Warden. Now go, Lord Arcanine. Your realm awaits. السلام عليكم أبا. بصراحة الحلقة دي كانت حلوة. الحلقة دي كان فيها الباتل ده كان لذيذ وشدة أعصاب كده وأكشن. Was I the only one who felt like they heard the cry of the previous Lord Arcanine? يا ابني والله أنا من الأول بقول. Please, I do hope you're joking. I'm easily scared as it is. آه صحيح يا جماعة والنبي ما تخافوش إسكن لحسن هو بيخاف. I also heard the voice of the previous Lord calling out to us. It seems I wasn't the only one watching over his young pup this whole time. You have my heartfelt thanks for helping my dear little one, the new Lord Arcanine. Palina, I'm sorry to ask even more of you, but please look after Erda as well. والله طلباتكم كتير قوي يا جماعة يعني هتدوني فلوس ولا لا؟ هتدوني فلوس أو كل حاجة بتمنها يعني معروفة يعني يا بيبع. I wasn't much use just watching from the side, was I? When Lena wouldn't raise Growlithe to be the new lord and people in our clan were doubting her fitness as a warden, I urged her to put Growlithe through the proper training, but she snapped at me. يعني هي صعب عليها انها تمرن جراولث خوفا انها تقسو عليه علشان بعد ما شاف بابا بيموت في البحر طبعا يعني. Is it a warden's duty to force a child in such pain through that training? Those words left me with ملحمة حقشقرة دوست يعني مش عارف. And even when Arcanine became lord of the isles and grew frenzied, all I could do was watch. What about the bombs? ما انت عملتي البومز. All I did was arrive late and help explain about the bombs. قال يعني احنا ما كناش عارفين من قبل كده. ماشي ماشي. Is that so praiseworthy? لا بصراحة لا. ما تستحقيش ان انت الواحد يقول لك برافو عليها. Do I deserve to be recognized for such. ما لحقتش اكمل. I took on leadership of this Pearl Clan so young with no grand vision for what it should be. Still, I tried to respect our old customs and sites, even as some called me old-fashioned for it. But watching you, I finally see. I know what I want to do. I want to protect this vast land of Hisui. يعني احنا جايين من عالم تاني عشان نبهر القادة بتوع الكلانز دي. Grant me another battle someday. مش دلوقتي والنبي عشان احنا التيم بتاعنا في الارض يعني. أو إحنا شخصياً في الأرض. Looks like I've got Lena to thank for yet another lesson that I've learned. I should let her know. And hear more about her relationship with Warden Iskan when I'm at it. Here's where we part for now, Bibam. I need to get off this oven off Oven Island. يعني الحقيقة كانت حلقة مفعمة بالإثارة. جراولث ابن اللورد السابق أركناين اتطور قدامنا الأركناين ومش بس كده البرق على طول ضربه في الوقت اللي احنا شفناه وهو بيتطور ودخلنا معاه في باتل يعني حطمنا هو الحقيقة حطمنا يعني. فهشكركم لحد كده وأتمنى أن تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولحد المرة الجاية اشوفكم ان شاء الله اشوفكم على خير واستنونا في حلقة جديدة من بوكيمون ليجندز ار سي اس. سلام.